تقدم جديد على الأرض استطاعت قوات الجيش الوطني إحرازه في جبهتي البقع وعلب بمحافظة صعدة. خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية دفع الجيش بقواته باتجاه معقل جماعة ميليشيا الحوثي، تمكنت خلاله من تحقيق انتصارات كبيرة تمثلت في إعلان السيطرة على قيادة معسكر اللواء 101 مشاه، الذي يعد واحدا من أهم الألوية التابعة لقوات المشاه، والذي تم تسليمه من قبل الرئيس المخلوع لميليشيا الحوثي. بكثير من التكتيك والصبر يستمر الجيش في تطهير المناطق الواقعة في منطقة البقع وصولا لمثلث الجوف، فيما يؤكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مواقع جبل الثائر وجبل حبش ومخنق صلة، مؤكدا انسحاب عناصر الميليشيا من تلك المواقع. لم تتوقف القوات الحكومية هناك، بل تمكنت بحسب محافظ المحافظة هادي طرشان من استعادة مناطق القعام السود المطلة على منطقة سحارى الشام. يسعى الجيش الوطني من خلال نقل المعركة إلى محافظة صعدة لتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وجعلها تتراجع وتنسحب من عدد من المحافظات للدفاع عن معقلها الرئيس. إذا استمر تقدم الجيش في جبهة صعدة فمن المتوقع أن تصل المعركة إلى مديرية باقم خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تلتحم مع قوات الجيش القادمة من محافظة الجوف، وهو ما قد يعني تحولا نوعيا في إدارة معركة استعادة الدولة.